مباشرة اليوم. قد هذا؟ 12 ايامكم سعيده، عيد مبارك ان شاء الله عليكم، واللي بعد امهم عيدين رمضان مبارك عليكم ان شاء الله تعيدون، جمعة مباركة عليكم. اليوم هوسة بس شنو الشارع فاتحين، الشارع فاتحين اليوم. Thank you.
خير عمار حبيبي، الله يسلمك. كتبوا لي، اريدكم تكتبوا لي وين اوديكم، شو اصور لكم اليوم، اماكن تعجبكم هاي الايام هاي الفتره مال العيد. ادري ادري والله مو كلها سوى مفتحة يعني قليل. يوم فاتحي هذا الشارع باعوا مال سوق الغزل، يعني كان يسدوه كل جمعة. هذا ب 12 ورقة. هز رويسك يا منن، هز رويسك يا منن، هز رويسك يا منن، هلا 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 هلا، هز رويسك يا منن، هلا 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 هلا. هلا 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 السلام عليكم. هاي بيش هذني؟ هذني 550. ليش الطاوس؟ عمو ليش الطاوس؟ يا شباب جد هذا 50 هذا خالد. Come on.
لايكاتكم ومتابعاتكم. عزيز الاسبانيات بيه 150 تنكش الواحد من 15. ايه فارغ اليوم واكثر الناس عبالهم ما مفتحين بعد وقت اسود شويه يصير هوسي. سووا مشاركة للبث واللي ما متابع خليه يتابع سووا متابعة واعجاب بالصفحة اهم شيء متابعة لان قليل متابعين عندي صار يعني ما جاي يتحرك يعني اكثر الناس اللي جاي يشوفهم بالتعليقات ما مسويين متابعة يا ريت تسوون متابعة. هاي تلعبها هاي هاي نفس العد يميتي نامل مسويين كاميرا مراقبة شدت الكاميرا وانا بالغرفة بالحاسبة ابو عدين راقب خليت الكرتون هاي لقيت ان لقيت فتحت الباب والله لقيت ان عباج ريدي طلعن بزازين اربعة ولم ماي طيب ثاري بالمطر متبهذلات التصورين كل فترة حتى من انا ماني كبرى البارحة امي صايدة طير طير صايدة امي البارحة هذا يابا على التيك توك يابا متابعين يابا شيروا له بدي افرجكم يوميا كذلك هنا
ها الكنارة شلون سعر؟ 30 الزوج 30 الزوج على 30 الزوج حياة لعبت الحياة هاي كوكتيل بيش 45 45 30 الزوج على قد البلابل تاكل واحد للزوج تاكل واحد ب 30 بعدين صغار هذا مشاركة شباب على الجروبات على حتى يسعد البيت هناك بث مباشر هنا أنا بث مباشر بس أبي وعات والله واحد خمسة واحد 5000 5000 ولا الجواب 10 هذا بعشرة؟ ولو يا مادي أبو زينة يا مادي يا أبو زينة صورك؟ يا بعدك يا بي؟ لا بعد ولا موسم عجايا ما لغت هاي فنكس؟ سبعة زوج؟ هاي زوج بسبعة أهلا حجي طلال لا تك ماتي باربعة عندك هذا من جارة مطلوب خمسة خمسة بس هذا كيجز لهمان عاد صورنا أنا نال ولد كل شيء يجيب أنا واحد دجاج أمير عندك هو يا عمو التوصيل داخل بغداد صور يا عمو صور خدمة التوصيل داخل بغداد أقل شيء 50 أقل شيء 50 داخل بغداد صور يا محمد تيجي بعد تقريبا هذا السيد اسامه هذا غاصح اليوم جاسم الله يحفظك يسلمك يا
لا والله عادي احنا اصدقاء. شلونك عمو؟ عاشق الليله واحد في البيت. عاشق سوي نفسك ما يدري. على ايش قد هذا؟ 40؟ 40 الزوج. سلم عليهم. قلهم لايك. لا فلان مش فلان. عافية. عافية حسين. يلا كاف. يلا نمشي خل نروح. بعدين نشوفه بالبيت. يلا عليكم. اكتب طلال سوق الغزل مباشرة بالفيسبوك. السلام عليكم. عاشو. زوجي بعشرة. زوجي بعشرة. هذا مستر مو؟ صغير هذا. هذا النوعية. اليوم هم نزلكم مقاطع فيديو عن الدجاج والبابغاء والسمان وشغلات هواي بار ان شاء الله. بس ارجع هنا في الاربعة. هنا اربعة ونص انا هنا بتشوف. تصورت ماشي هاي الشاورما العراقية ابو عوي. ابو انت تعرفه. مشكورين على النجوم اخوان. شكرا. اي والله من وقت اليوم انا بالاربعة اطلع من البيت. اربعة ونص انا هنا اصور لي كم مقطع فيديو على ما الناس تجي النهار يطلع واصور. بعد وراي هواي تصوير اريد اصور لكم بيت هواي مكانات يعني. فقلت من وقت اي اكو بلعب صغار صورت بعدين عيد الفيديو. هلا عفوا. هذا مصطفى. ابو الروف. متاثرين عادي ان شاء الله. ما شاء الله ابو حاتم تكون حلوة. بابا بعد جمال.
سبحان الله. انطبوا هنا نشوف شكمة. هذا المكان عبالك معتقل احسه، بس هو خطير يعني مدارين، بس انه زين ماكو الوان وهالشغلات. شلون حلوه الله ما شاء الله بعد غزال الله. طبعا اليف بابا شلون يلعب اليف مدريدي عظمي والله ما ادري. قبل فترة صورت لكم هاي الفختية مسوي عش بالباب، لقيتها خطية موقعة بيضة كاسرتها، هي مكان ضيق ما تقدر. ثاني مرة عايفة العش ورايحة البارحة لقيته ماك من البارحة اليوم العش ماك. يلا هاي بزازين هسه تخلين اكل وهاي هاي الزهار، فدائما اصور لكم وياهن حلوات سي كبرن. انا اتمنى اربي حيوان بس احسه مسؤوليه، فهاي جتي عدله سبحان الله على البزازين. امهن جيب لنا اكل داريتهن وانا مطيهن، واربعه صغار قد حلوه بس وحشيات يعني انهزمن من عندي والله. ماكو حمام الشارع بعد، سيارات جاي تفوت مني بعد سيارات، الحمام قليل وصارين نجي يعني حشق بالرصيف ما ادري اطب. هاي المسياده هواي وصلوني عليها. السلام عليكم. هاي على شقد المسياده؟ بيش؟ 20؟ هاي كبيره. هاي صغيره بيش؟ هاي صغيره ب 5000 وكبيره ب 20. هاي مسياده. هواي جماعه وصلوني عليها. هاي كبيرة ب 20 باعوها كبيرة؟ كبيرة. اشكرك رب. هسه اوديكم على السمك. هنفوت على الشارع اوقف. الله بعد كبر. كبلوش عدي هنا يا كبة الجوية. واو عدي هنا يا عدي هنا. انا ضوجكم شوي. هاي واحد الصبح هيك يتريق ريوق. هي مو بيض هذا ريوق. صحيح؟ والله. زدك معك بالعافية بالعافية. والله مو بيض ياكل هيك ريوق اكل يعني دسم من الصبح، يصير كله نشاط وحيويه. يوميا دينا على سوق البالات. وين يا بالات من وين؟ قصدك مال باب الشرجي؟ خل اشوف اذا ظل بيه حيل وبقيت وياي وسويتوا لي واهيس لايكات ومشاركات اوديكم على باب الشرجي مال بالات. ما شاء الله. مرحبا تركيبه 15 جوله. على ايش قدرت؟ على 45. زوج ب 45. عنده 35 يا ولد. مرحبا تركيبه 15 يا ولد. مشكورين. شوف اخوان هذا الشارع فاتحي كان مسدود ازدحام وعو سيارات فاتحين هذا الشارع.
بس ناس جاي تجي، هاي كان قبل شوية فارغ، أصبح العالم جاي تجي. يا رب ترسوا الشارع، ترسوا ما خلون واحد يطب، فاتحين شارع عزبت شوية يصير ازدحام ينسد الشارع بعد. يعني ما متوقعين الحكومة، يعني عبالهم ماكو حد، باعوا سيارات بس وين سيارات؟ يبالك حجي يبالك باعوها سيارات جاي فوتن، بس العالم جاي تجي بعد قدام. اكو واحد يعوف سوق الغزي عبالهم عيد ما حد يجي، هي الونسة مال العراقيين هنا وين يروح؟ احلى شيء الحيوانات والطيور والهاي. والله يجي نايت ريق كاهو جيمر، احنا هسه ماكو ما تلقى المحلات كلها ما بيها كاهو جيمر، بس هنا بالصدرية. والله الصبح لقيت الدنيا ظلمة، بعدي الاربعة ونص ظلمة، والله نسوان زلم كلها بالسيارات يدورون كاهو جيمر. احنا يعني بالعراق ماكو الجيمر، يختفي عندنا، يصير أزمة بالعيد، يعني كلها تريد جيمر. يجون هنا خير من الله هنا الجيمر. ها شو أسعاره؟ هذا مزوج ب50. طلال سجلنا هذا يسوي الغزي في طالب. بس ما يلا هلا يلا هلا عالم قجاه تجي. Thank you.
تلقى السعر حطوك اطبقوا على صدري وبعدين اسده واروح النهضه. واذا سويتوا لي واهس اروح لباب الشرجي. وين تروحون المتنبي؟ هي اكو باط اكو. بس لا والله ما خان خضيري لا ما شفت. خضيري ما شفت. جزء الجمعه الجايه يجيبون. لان اليوم تعرف عيد وهاي. صورت انا هواي والله بارك ان شاء الله بس خضيري ما لاحظت. ها؟ زين سفير عيدك مبارك حبيبي. علي لو اكو بعيني انا كان صورته لك. قليل والله ما حد جاي بثراثيات. عندي بالصفحه مصور مال ذاك الاسبوع ايش قد ثراثيات. هسه اليوم همين راح انزل لكم فيديو بالليل عن الدجاج والباط سيفي هم عصافير وان شاء الله دور الحوت فوقتير. طيور البط الخضيري اسبوع الجاي بك يجيبون. هسه ما شفت لان عمود عيد ناس ما جاي. كل عام وانت بخير. لا وين اكو ظل السوق غزل هو قدوته بس الناس هوسه. اجلكم الله الحيوانات قليله. بشر اكثر. يعني بس يجي زحام بس اصور على الباتروم روسهم. يعني ازدحام ماكو يعني حيوانات تجار جواي قليله والله. هذا يعني بالبيت. بس هاي الصدريه. بس الصدريه من صلاه العيد من ارض الصدريه الى ارض جهنم. هاي الملابس فرح روحك بالعيد فرح نفسك. شنو؟ 5000 فرح روحك. تصويرات بس؟ بس مباشر؟ على التيك توك؟ على الفيسبوك. تنزيلات تنزيلات تنزيلات. يلا عيني شباب سوينا تنزيلات، اي بجامة تعجبك على الفيسبوك سوينا 5000. على ايش قد؟ سبعة بسبعة. شوف شلون موديلاتي ب 7000. المعدة على حساب المعدة. المعدة على حساب 7000. هاي سوى تقريبات عمار هو سوى. يلا اخوان راح اسد البيت.
خلا اروح اشوف السوق النهضة عالم بي لا يعني، وبعدين شوف وين نروح كتبوا لي بالتعليقات يا مكان تريدون اروح لكم متنبي باب الشرجي بالات زين مشاركة وما متابعيني خلي تابع حتى يجي اشعار حتى نشوف وين وين نروح على ايام يومية طلعة هالعيد اصور لكم يومية طلعة بمكان شغل ثانية.